السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة الحضور، مع حفظ المقامات والألقاب، يسر جهاز الإشراف والتقويم العلمي والفريق الوزاري للتعليم الإلكتروني أن يستمر معكم في إقامة الورش التدريبية الإلكترونية لتطوير مهارات البحث العلمي. محاضرة اليوم تحت عنوان الأسلوب الأمثل لكتابة المقال الأكاديمي، والأستاذ الدكتور يوسف إسماعيل محمد من جامعة الأنبار. يتفضل الآن دكتور محمد حلو لاستعراض السيرة العلمية للأستاذ الدكتور يوسف إسماعيل، فليتفضل. شكرا جزيلا أستاذ فاضل الجبار. السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي كما تعودنا في يوم الجمعة المبارك وفي هذه الأمسية ضمن برنامج الورش التي يقيمها جهاز إشراف التقويم العلمي بالتعاون مع الفريق الوزاري للتعليم الإلكتروني، وأكيد بالتعاون مع أساتذة الأفاضل الجامعات العراقية، وبحضور متميز مفرح حقيقة من قبل السادة التدريسيين والباحثين وطلبة دراسات عليا، وفي خط متزايد يوما بعد آخر. محاضرنا لهذا اليوم كما ذكر الدكتور جبار هو الأستاذ الدكتور يوسف إسماعيل محمد مشهداني، وهو الآن محاضر في قسم الهندسة الكهربائية كلية الهندسة جامعة الأنبار، وهو عضو متميز في مجموعة السيريال نمبر، وحاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية عام 95، وماجستير في هندسة السيطرة عام 99، ودكتوراه في هندسة السيطرة عام 2010 من قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية في كلية الرشيد للهندسة والعلوم في الجامعة التكنولوجية. وأكمل دراسة ما بعد الدكتوراه في الهندسة الكهربائية أنظمة السيطرة الذكية في جامعة مالايا في ماليزيا عام 2013، وله العديد من المنشورات التي تضمنت تأليف 3 كتب ونشر 2 في كتب مختلفة، ونشر 46 ورقة بحثية في المجلات العلمية جميعها مفارسة، مجلات ذات تصنيف سكوبرس وكاريجيت. نشر 38 ورقة بحثية في المؤتمرات العلمية، لديه معامل تأثير 10 في سكوباس و14 في جوجل سكولر، وقام بمراجعة 206 ورقة بحثية لمجلات عالمية رصينة ولتقييمات مفارسة، وهو رئيس تحرير مجلة الأنبار للعلوم الهندسية، ومحرر في مجلة العلوم الصرفة في جامعة الكتاب. وهذا ما اختصرناه من السيرة الذاتية الحافلة التي بعثها لنا، وهو موفق في الإحصائيات في تقييم البحوث والمعلومات اللي ذكرها. ستكون محاضرته والتي بعنوان الأسلوب الأمثل لكتابة المقال البحثي تستعرض المحاضرة مقدمة بسيطة عن البحث العلمي ومفرداته، ثم يناقش بعد ذلك فقرات كتابة المقال البحثي الأكاديمي بالتفصيل، ليبين للباحثين والأكاديميين أهمية كل فقرة في كتابة البحث العلمي وشروطها وكيفية إخراجها بالشكل الأمثل. وتناقش المحاضرة أيضا أهم الأساليب المتبعة لعرض النتائج العلمية في المقال البحثي التي تساعد الباحثين لإيصال نتائجهم البحثي بشكل مناسب لفهم المقيمين في المجلات العلمية والرصينة. نتمنى لمحاضرنا الموفقية، والوقت كما حددنا يعني ما يكون أقل يعني حدود الساعة أو أقل، إن تكرم علينا في ذلك لنسمح بعدد من المشاركات كما ذكرنا 5. تفضل عزيزي الأستاذ دكتور يوسف، بالتوفيق إن شاء الله. جزاك الله خير وبارك الله بك أستاذنا الفاضل دكتور محمد، والنعم من حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخوة الأكارم في جهاز الإشراف والتقييم العلمي،
كل حسب مقامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الباحثين الأكارم، الحضور جميعا، أسأل الله عز وجل أن يتحفنا في هذه الساعة أن نقدم شيء يثري المسيرة العلمية لباحثينا ولجامعاتنا العزيزة بالشيء المفيد. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم أبواب رحمته وفضله، وأن يكون تجمعنا هذا تجمعا مرحوما إن شاء الله، ومن بعده تفرقنا تفرقا معصوما بإذن الله عز وجل. المحاضرة مثل ما تفضل الأستاذ الدكتور محمد المحترم هي بعنوان الأسلوب الأمثل لكتابة المقال البحثي، Optimal Writing Style for Academic Article. المقالة حتتناول فقرات أربعة رئيسية، اللي هي The Main Element of Scientific Research، العناصر الرئيسية للبحث العلمي، والمساهمة البحثية في البحث العلمي Contribution، وبعدها أنواع المقالة البحثية، ومن ثم بالتفصيل راح نتطرق إلى مفردات المقالة البحثية، ونختمها بالشيء البسيط عن البلاجارزم الاستلال في المقالات البحثية. راح يعمم لكم أخواني الأكارم الحضور أستاذ محمد مشكورا رابط فيه أربعة أسئلة إحصائية تهم موضوع محاضرتنا، وتهم ترصين البحث العلمي في جامعاتنا العزيزة إن شاء الله. فنسألكم التعاون معنا في ملء هذه والإجابة على هذه الأربعة أسئلة، ونسأل الله التوفيق للجميع. مثل ما تعرفون حضراتكم أنه البحث العلمي يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، بدون هذه الركيزة لا يمكن أن يخرج مقال بحثي وينشر وتتم عملية البحث العلمي. هذه الركائز الثلاث الرئيسية هي الكونتريبيوشن، المساهمة البحثية. هذه المساهمة البحثية راح تدخل وتكون مقال بحثي، أكاديميك ريسيرش بيبر أو أكاديميك أرتيكل، ومن ثم تنشر في مجلة. ونسعى دائما نحن الباحثين وإياكم إلى النشر في مجلات ذات تصنيف عالي، سواء كانت سكوبس أو كلاريبيت، أو قبل أن تدخل هذه المسميات السكوبس والكلاريبيت، نحن نسعى إلى النشر بمجلة محكمة رصينة تتبع الأساليب العلمية الصحيحة لتقييم البحوث من جميع النواحي، من الناحية اللغوية والعلمية، ثم تساهم بنشرها لإثراء المسيرة العلمية بهذا التخصص اللي حضرتك تكتب به. فالركيزة الأولى اللي هي الكونتريبيوشن أخواني الأعزاء، هذه جدا مهمة، لأنه هذه الستارتنج بوينت اللي على أساسها يقوم رصانة بحثك، لأنه بدون الكونتريبيوشن ما يمكن كتابة مقال بحثي مفيد. ممكن تكتب مقال بحثي لكن ما راح يكون ذات قيمة بالمجال البحثي اللي أنت تشتغل به، وبالتالي ما راح يكون لهذا البحث سايتيشن، وبالتالي أنت كباحث أولاً ما راح تستفاد، وزملائك الباحثين بنفس تخصصك ما راح يكون ينالهم فائدة من تعبك اللي تعبته وأخرجت به المقالة البحثية. طبعاً الباحثين بمفهوم للكونتريبيوشن أو لهذه المفردة ينشطرون إلى شطرين أساسيين. منهم من يفهم الكونتريبيوشن على أنه شيء نوفل جديد، وهذا فهم بدرفت شوية عن الصحيح. والشطر الآخر يفهم أنه أي شيء يعمله هو كونتريبيوشن، هو لا إفراط ولا تفريط، لأنه المساهمة البحثية لها أشكال مختلفة. لكن المساهمة البحثية بالتعريفها البسيط هي ما تقدمه بتخصصك يثري فد مسألة معينة أو جانب معين بالتخصص، كأن يكون هذا الجانب هو جانب النوفلتي. إذا أنت جبت شيء جديد بمسألة معينة بتخصصك، الآن أنا بالارتفيشل انتليجنت كنترول أبتكر وأصمم كنترول جديد،
ما حد مشتغل عليه. ستراكشر ما اكو واحد جايبه قبلي، هذا نوفل وهذا كونتريبيوشن بنفس الوقت، لانه هو مو كل كونتريبيوشن نوفل، لكن كل نوفل هو اكيد كونتريبيوشن. لكن ممكن اجيب دراسه احصائيه لمساله بحثيه بتخصصي، كان يكون استخدام المسيطرات الدقيقه بمجال التجاذب ما بين الانسان والآلة، الانتركتيف بتوين هيومن اند ماشين، واجيب اني في الدراسة احصائية وقيم بها، هذه مساهمة بحثية. ممكن تكون بالريفيور بيبر اكو مساهمة كونتريبيوشن وتفيد كثير ويكون الاكسايتيشن، ويمكن يتفق معي الكثير من الاخوة الباحثين انه اكبر السايتيشن هو يكون من خلال الريفيو بيبر، لانه تاخذ مساحة واسعة من الفائدة اللي عموم الباحثين بالتخصص. لكن من يجيب مسألة معينة تشتغل بها بتخصصك، الاستفادة تكون شريحة أقل مما تكون بالريفيور بيبر. لذلك يجب أنه نفهم أنه الكونتريبيوشن هو أي شيء ممكن أني أضيفه للتخصص بأي جانب من جوانب البحث، سواء بجانب الستاتيكس، بجانب البراكتيكال، أو ممكن تكون في مجال تخصصي هناك ما يسمى باللتر بيبرز، وهي ما تتجاوز الورقتين ويذكر بها الباحث الميثودولوجي مالته، بس ما يحققها ولا يذكر لك ريزلت بها، وانت تاخذ هذه الميثودولوجي وتنزلها على البراكتيكال امبلمنتيشن العملي وتطلع نتائج، هذه مساهمة ومساهمة كبيرة جدا باتجاه البحث العلمي. أنواع المقالة البحثية أخواني، طبعاً أكو غير هذه الخمسة، هي أكو تسعة، لكن هذه المشهورة الرئيسية لأنواع المقالة البحثية اللي هي نقول إحنا الأوريجينال ريسيرش بيبر، اللي هي المقال البحثي المتعارف عليه، والريفيو أرتيكل. والريفيو أرتيكل ينقسم إلى قسمين، كومبريهنسيف ريفيو بيبر وأناليسيس ريفيو بيبر. وهذه احنا دائما نأكد عليها دائما لطلبة الدراسات العليا، انت اول ما تبدي اخوي العزيز، وخصوصا اذا كنت انت طالب بي اتش دي، فضروري لك الريفيو بيبر. وهذا النلج يعني بدأ الان شوية يتعمم على جامعاتنا، لكن سابقا ما كان موجود، وبعض الافكار يعني بعض الاقسام العلمية ما تعتبر الريفيو بيبر هي من ضمن الريكويرمنت المتحققة اللي بالبحث، باعتبار الريفيو بيبر ما بها مساهمة بالأوبجكتيف اللي هو طارحه بموضوع بحثه. طبعا يعني مع شديد احترامنا لهذا الرأي، لكن الريفيو بيبر جدا مهمة إذا كان الباحث فعلا هو أخذ بالأسلوب الصحيح، خصوصا إذا كانت أناليسيز ريفيو بيبر، لأنه بالأناليسيز ريفيو بيبر هو راح يقف على الباك جراوند للموضوع اللي ده يشتغل به، وممكن من خلال الريفيو بيبر تظهر الأفكار ويضيف على الكونتريبيوشن اللي هو جاي يريد يحققه جوانب أخرى. أكو أيضا النوعية الثالثة اللي هو الشورت ريبورت أو اللترز، اللي هو احنا تكلمنا عليها قبل شوية، وما تتجاوز الصفحتين، وتكون لما يكون أكو مساهمة بحثية بها شيء من النوفلتي، وأنا أريد أنشر هذه أضمن حقوقي بالكونتريبيوشن، وبعدها ممكن أتوسع وأنشر بهذا الموضوع البراكتيكال ابليمنت مالتي أو الاناليسيز ريزالت وهكذا، وأكل كيس ستدي وهو يطرح بها الباحثين حالة دراسية ينزلها كإكزامبل، وبها شيء من الليميتيشن وبها شيء من الكونسترين اللي ممكن يجي كثير من الباحثين يشتغلون بعده حتى يحققون هذه الكونسترين. والميثودولوجيز، وهذه مسألة جدا مهمة بالبحث، ولذلك أفردت على شكل بحوث منشورة يطرح بها الباحث فقط المنهجية البحثية لحل هذه البروبلمز، وهذه جدا مفيدة والنشر بها جدا قليل، لأنه يعني اغلب او مو احنا بالعراق كل الجامعات ما تعتبر لا اللترز
ولا الكيس ستدي ولا الميثودولوجي هي من ضمن الريكويرمنت بالترقيات العلمية. لذلك النشر عندنا بالعراق بهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة جدا قليل. جزء الباحثين العراقيين اللي ينشرون بهذا الاتجاه هم فقط من حملة شهادة حملة اللقب العلمي الأستاذ، وهم أيضا جدا قلة. الستركتشر للأكاديميك ريسيرش، إذا ردنا نعرف المقالة البحثية أخواني قبل لا ندخل بالستركتشر مالته، المقالة البحثية هي الورقة المكتوبة بشكل ممنهج لعرض مساهمة بحثية مع إشباعها بالتحليل للنتائج ومناقشتها والخروج بالاستنتاجات لهذا الكونتريبيوشن. الستركتشر للمقالة البحثية يبدأ بالتايتلز، وأخواني كل المفردات المقالة البحثية هي مهمة جدا، لكن بعضها يأخذ أهمية أكثر من الجوانب الأخرى بالنشر. والسبب أنه إحنا من نريد أن ننشر مقالة قلنا نريد نحقق الفائدة للباحثين، وكذلك أني كباحث أستفاد من بحثي بأنه يجد لهذا البحث شيء من السايتيشن. والسايتيشن أخواني بالبحث هو علامة على نجاح بحثك وكمية الفائدة اللي أنت أوصلتها لأقرانك الباحثين. عنوان المقالة يجب أنه ما يتجاوز 15 مفردة ببعض الشروط الرئيسية، وهو الرينج المتعارف عليه من 8 إلى 15 words، يجب أنه يكون جاذب للقارئ، ويجب أنه يكون واضح وما بغموض، ويجب أنه نبتعد عن وضع الأبريفيشن المختصرات بالتايتلز، ويجب أنه يكون التايتلز بدلالة واضحة على الكونتريبيوشن وبدلالة واضحة على الفوكسنج اللي أنت تريد تحققه بهذا البحث. أنت بيا نقطة دا تشتغل من نقاط البحث بتخصصك يجب أنه تكون واضحة. يجب على التايتل أنه يجاوب على 4 أسئلة رئيسية دائما هي تكون في ذهن القارئ اللي يجي يبحث بالتخصص، اللي هو انت وين باي اريا تسوي ريسيرش بالتخصص مالتك، انت تحت اي توبكس، كيف وصلت لهذا التوبكس. يجب انه يجاوب على انه يصف المشكله البحثيه اللي انت تريدها، ايضا كيف وين استدليت على الكونتريبيوشن مالتك. هذه الأربعة أسئلة يجب أنه أني من أخلي التايتل أجاوبها أني قبل لا أضع التايتلز. أكو أخواني التايتلز دائما ما نشوف من نسوي سبمت نشوف يطلبونه بالمجلات العلمية اللي هو الرننج تايتل. والرننج تايتل أخواني جدا مهم للباحث، والسبب بأهميته من فضلك أستاذ محمد السلايدات واضحة؟ نعم واضحة جدا، بارك الله بك. فائدة الرننج تايتل أنه أنا إذا أريد أجي أبحث بالانترنت عن المواضيع يشوف انه انا انطي كيوردز. الرننج تايتل هو اعلى من الكيوردز، يعني انا انطي اكثر من كيوردز وابحث حتى احقق الريفرنس مالتي واجد فد شيء مفيد لنقطة البحث اللي انا دا اشتغل عليها. لذلك الرننج هو يكون ما يتجاوز من 50 إلى 60 كاركترز، يعني جملة طولها 60 كاركتر، يصف
المين فوكسنج للبحث مالتك. انت بيا اريا انا دا اشتغل بالانتليجنت كنترولر وذ وات انتليجنت كنترولر فور روبوتكس. الرننج تايتل اخلي بهذا المفهوم حتى اي واحد يجي يبحث بهذه التايتل القصير يشوف البحث مالتي امامه. يجب انه ما يحوي قلنا احنا التايتل المين تايتلز ما يحوي على الابريفيشن، ممكن يحوي على الابريفيشن لانه احنا بالتايتل تجنبنا الابريفيشن. هذا الابريفيشن انا ممكن اخليها، يعني انا مثلا اشتغل على الالكترومايوغرافيك سيجنال الابريفيشن مالته اي ام جي، انا ما اخلي الاي ام جي بالتايتل لكن ممكن اخليها بالرننج تايتل. الابستراكت هو الجزء الثاني من اجزاء المقاله البحثيه. الابستراكت اخواني جدا مهم، واهميته تقع انه انا كباحث بعد ما وجدت البيبرز اللي تهمني من خلال الداونلود شوفني اجي اقرا الابستراكت بالبدايه. وبعض الباحثين ولو احنا ما نعلم طلابنا بالبوست جراجويت انه يعمل هكذا، لانه انا ممكن على الاطلاع السريع من اعزل البحوث مالتي اللي اريد اقسمها بالكتابه او من اريد اشوف اللي قبلي وين واصلين بالنتائج اقرا الابستراكت واقرا الكونكلوجن. لكن يجب انه خصوصا طلبه الدراسات العليا من يريد يجي ياخذ ريفرنس الى ويشوف اللي قبله شو اشتغلوا، يجب ان يختار لما بين 5 إلى 10 بيبرات هذه يشبعها قراءه، يناقش نتائجها، يحاول يطلع النتائج اللي موجوده بها حتى يكون الباك جراوند مالته بالبحث مالته يكون بالاتجاه الصحيح. الابستراكت ينكتب اخواني ما بين 200 الى 250 مفرده. الابستراكت اخواني اغلب المجلات طالبنا ب 3 مين بارتس للابستراكت، وبعضهم تعدى هذا التقسيم وسواه الى 6 أقسام. التقسيم هو يكون كالتالي، انه انت تنطي باك جراوند، تنطي ميثودولوجي وريزلت، وتنطي كونكلوجن. او بعضهم سواها 4 مثل الان المثال اللي امامكم هو للبايو انفورماتكس جورنالز وهي سكوبس كيو 3. هذه بالستراكشر بالتامبلت مالتها تنطيك انه انت تكتب لي الابستراكت مالتك من 4 أقسام اللي هي من هو الباك جراوند والميثود والاوبجكتيفز والريزلت والكونتريبيوشن. احنا حتى لا نعقدها على نفسنا بهالشكل هذا، لكن هذا كتاملت مطلوب. انت اذا تسوي سبمت لهذه المجله لازم تكتب الابستراكت مالتك بهالصوره اللي امام حضرتك. لكن احنا دائما نقول الابستراكت يتكون من 3 أجزاء رئيسيه، تنطي الباك جراوند المين توبكس اللي انت دا تشتغل عليه، تنطي بعدها الاوبجكتيف والريزلت بباراجراف، وتنطي المين كونكلوجن مالتك بالباراجراف الاخير. اذا انت مستخدم تولز ممكن هذه التولز هي فالتولز جدا حديثه، فالتولز هي عماد البحث مالتك، ممكن يشير لها ب بالميثودز، وهذا جدا مهم. احنا تكلمنا على المين اليمنتس للساينتفك ريسيرش، وبعد تكلمنا على الكونتريبيوشن وشروطه، وتكلمنا على انواع المقاله البحثيه، وتكلمنا على تعريف المقاله البحثيه، ومن ثم التايتلز وشروطه والاسئله اللي يجب انه نجاوب عليها لما نريد نكتب التايتلز، وتكلمنا على الرننج تايتلز بالارتكلز، وقلنا يعني ايش قد ممكن يكون كم مفرده بهذا او كم كاركترز بهذا الرننج تايتل وشنو فائدته. وتكلمنا على الابستراكت، وقلنا الابستراكت يجب انه يحتوي على الثري مين بارتس او تريد تسويها 4 باراجرافات لكن ما يتجاوز 250 كلمه حتى لا يكون طويل ممل، لانه هذا الابستراكت يجب انه تفكر انه كم واحد
كم فئة من الفئة اللي يشتغلون بالبحث العلمي راح يطلع على الأبستراكت. من تعمل سبميت أول واحد يطلع على الأبستراكت هو تشيف إديتر، وهذه مرحلة من مراحل القبول لبحثك. ممكن تشيف إديتر يقرأ التايتل وهو مونترستد ويقرأ الأبستراكت ويشوفه، وبعدها يطلع على مفردات البحث الأخرى. ممكن وكثير من البحوث ترفض من التشيف إديتر، بعدها راح من هو الريفيور. بعد الريفيور راح يقرأ، أو قبل الريفيور ممكن يقرأ السبيشال إديتر بتخصصك، وبعد الريفيور ومن بعدها القارئ. فيجب أنه تراعي بكتابة الأبستراكت أنه هذول كلهم حيقرونه. مثلاً الريزالت راح يقرأها منه، وراح يقرأها الريفيور والباحث اللي بعدك، لكن هذول التايتلز، الأبستراكت، الكيورد، الكنكلوجن ممكن يطلعون عليها، كل هذول اللي قلناهم قبل قليل. الكيوردز إخواني، من المتعارف أنه الكيوردز هي ما بين 6 إلى 8 كيوردز. الكيوردز شنو هو؟ الكيوردز إخواني هي كلمة تعبر عن نقطة من نقاط البحث بالتوبكس اللي أنت اشتغلت بها. يجب أنه من أكتب الكيوردز أراعي الأمور التالية. الكيوردز منين أجيبها أول مرة؟ الكيوردز يجب أنه تكون هي من مفردات اللي استخدمتها بالعنوان المين تايتل، ومن المفردات اللي ممكن استخدمتها بالرانينج تايتل، ويجب أنه تكون من الأبستراكت. ممكن تكون بعض المفردات الأخرى اللي هي ريليتف لهذول المفردات اللي ممكن أنا أريد أوسع قاعدة البحث الريسيرش لبحثي، فممكن أنطي مفردة ريليتد إلها. يعني أنا مثلا مسوي intelligent controller، الكلاسيكال controller أنا ذاكرة بالمقارنة بهذه، فحتى أوسع قاعدة البيانات لبحثي بالشبكة الانترنت ممكن أكتب intelligent controller وبعدها فارزة الكلاسيكال controller أو الtraditional controller، هذني relative للمفردة الأولى. بس ممكن اللي يجي يبحث من بعدي بالانترجنت كنترولر تطلع البحث أمامه، الكلاسيكال كنترولر لأن نستخدمه بالمقارنة يطلع البحث، التراديشنال وهكذا. دائما تكون بعد الأبستراكت. أكو بعض المجلات وقليلة جدا أو بعض الكونفرنس بروسيدينج، إحنا دا نشوف هسه الـ AIB وكثير من الجامعات العراقية دا تنشر بالـ AIB Conference Proceeding تابلت مالته ما بي كيوردز، وهذا شيء مو صحيح. أنا بجامعة الأنبار سوينا مؤتمراً مع الـ AIB ثبتنا الكيوردز بالتابلت مالت البحث، لأنه شيء ضروري أنه تخلي كيوردز بالبحث مالتك. Introduction، الانترودكشن إخواني تكتب بما يقارب ما بين 500 إلى 1000 كلمة. الانترودكشن يجب أن تحوي على أمور ثلاثة رئيسية. يجب أن تحوي على الفاندمنتال كونسبت للموضوع مالتك. أنا كم كونسبت عندي؟ أنا دا أشتغل على الانتليجنت سنسرز بالهيومن بودي، فيجب أنه أكتب عن التوبكس اللي لها علاقة بين الهيومن بدي وبين السنسرز، ويجب أنه أتكلم عن الفاندمنتال كونسبت للسنسر وأن وين دا أشتغل بيا أريا بالسنسر. يجب أنه يحوي على أمثلة لها صفة الأوبتمال، يعني الباحثين اللي قبلي اشتغلوا حققوا optimal result بهذا الموضوع، يجب أنه يكتب. يجب أنه بنهاية الانترودكشن أنطي المين structure للأمور اللي أنا راح أتطرق لها بالبحث مالتي. إذا أنا ناوي أخلي الانترودكشن هي عبارة عن الانترودكشن والباكجراوند، لأنه الآن أنا مثلا بهذه المحاضرة مخلي الباكجراوند اللي هو Literature Survey هو اللي هو History
مخليه مفردة ثانية غير الانترودكشن. لكن يجب أن إذا أنا ردت أخلي الانترودكشن والباك جراوند تحت مسمى الانترودكشن، فيجب أن أخلي جزء من الانترودكشن هو عن الباك جراوند اللي اشتغلوا قبلي، وأذكر دائما أجن الأوبتيمال سامبل وخلي الرفرنس. نشوف كثير من الباحثين يكتب سطر ويخلي بعده حوالي فد 5-6 رفرنس، هذا الأمر مو صحيح. أنا إذا ردت أسوي أستعرض أنت فد فوكسينج بالإنترودكشن أو بالباك جراوند أريد أتطرق لها وأذكر مدى اطلاعي على الباك جراوند، مدى اطلاعي على كمية الريفرنس اللي شفتها، أعملها تيبل وأضيفها بالباك جراوند، أو ممكن أضيفها بالإنترودكشن. قلت إذا أنا ردت أسوي الإنترودكشن والباك جراوند كجزء واحد، فممكن أسوي تيبل، وهذا التيبل أنطي رقم الريفرنس وأنطي الكونتريبيوشن مالته بشيء مبسط جدا، أو أنطي المين توبكس. هذا اشتغل على تايب أوف سنسر وسوى كمبارزن، هذا اشتغل على الأكوريسي بالسنسر، هذا اشتغل على الريابلتي للسنسر، هذا اشتغل على السيجنال نويز ريشيو بهذا السنسر، وهكذا. أنطيها كأبريبيشن بالتابلز وأغني الباك جراوند مالتي، أفضل مما أكتب سطر وأكتب بعدها فد 5-6 ريفرنس. الباك جراوند إخواني تكتب ما بين 1000 إلى 1500 كلمة. يجب أنه أراعي أنه إذا أنا دا أشتغل بالباك جراوند مالتي على أكثر من توبكس، فالمفروض أبدي بالتوبكس بالتسلسل، ما أسميها أقول هذه فور روبوتكس هذه فور سنسرز، لا، لكن أبدي بالتسلسل حسب الستركتر مال البحث مالتي. أنا بالشغل مالتي بالستركتر منه أبدي؟ أبدي بالسنسرز، أبدي بالكنترولر، أبدي بعد بالبلانت. فمن أبدي بالليتريتشر ريفيو أو بالباك جراوند أبدي بهذا التسلسل، حتى ما أسوي عند القارئ ملل confusing وأبدي أخليه يعني أجل لكم الله يقفز بالقراءة، وهذا شيء غير محمود بعرض الأساليب. البروبلم ستيتمنت إخواني بالتخصصات العلمية وحتى الإنسانية إخواني، البروبلم ستيتمنت مسألة جدا مهمة. كثير من المجلات ما تخليها فقرة من فقرات البحث، لكن من الكثير الآخر أنه تخلي طالبك ببروبلم ستيتمنت وميثودولوجي، وهذين الاثنين هم تخليهم بالمين آيتم بالتابلت مالته. أخواني الأعزاء، يجب أن نفرق بين مسألتين جدا مهمة. كثير من طلبة الدراسات العليا وكثير من الباحثين أيضا أخواني الأعزاء نجد ما يفرق بين البروبلم، بين الريسيرش بروبلم وبين البروبلم ستيتمنت. اخواني الاعزاء، اذا اريد اجي اسوي مقارنه بين هذول المفردتين، لازم اعرف انه الريسيرش بروبلم هي الاريا اللي انا اريد اشبعها بحثا حتى احل مشكله اكو نقص اكو جاب بهذه المساله. انا دا اشتغل على الاكوريسي بالكنترولر، إذن هذه أكو جاب أنا دا أريد أجي أشتغل بيها وأسوي لها understanding، بعدين أسوي investigation بهذه الأري. هذه research problem، هذه مو problem statement. problem statement إخواني هي هذه اللي research problem أنا جيت أريد أحلها بالtools اللي عندي، فهذه problem statement. فيجب أنه من أكتب البروبلم ستيتمنت أطلع الريسيرش بروبلم، لأنه الريسيرش بروبلم هي مو البروبلم ستيتمنت. لذلك البروبلم ستيتمنت من أريد أجي أكتبها إخواني الأعزاء أكتبها، وهي يجب أنه تكون أولاً تكون المشكلة بيها اللي أنا دا أعرضها واضحة. يجب أنه أبين نوع المشكلة، هل هي إحنا طبعاً يا أما تكون هي مشكلة accuracy أو reliability، أو تكون مشكلة cost، أو مشكلة difficult بالpractical implementation. يجب أنها أوضحها أول مرة، وبعدها أوضح الparameters مالتها، وبعدها أوضح دلالتها هذه المشكلة
الإفكت مالتها وين. من أوضح هذه الأمور بسهولة جدا علي أجي أكتب الميثودولوجي مالتي. لذلك نشوف إحنا بالميثودولوجي نجاوب على الأسئلة اللي وضعناها بالبروبلم ستيتمنت. إحنا وصفنا البروبلم ستيتمنت وخلينا بها مجموعة أسئلة يجب أن نجاوبها بالميثودولوجي. الميثودولوجي إخواني تكتب ما بين 500 إلى 1000 مفردة. وبالميثودولوجي إخواني أنا راح أظهر منهجيتي بالبحث لحل البروبلم ستيتمنت اللي استعرضتها. فيجب أنه أراعي أمور ثلاثة. أول مرة أنا ما دام راح أحل مشكلة إذن أنا عندي داتا بيز لهذه المشكلة. يجب أنه أستعرض أنا اللي عندي السامبلينج الداتا بيز اللي عندي منين جبتها الكولكتيف منين. هل أنا قمت بإنشائها؟ هل هي دراسة إحصائية استندت عليها وجمعت بياناتها من الوسط اللي أنا بيه؟ أم هي داتا بيز مستخدمها باحث آخر وأنا جيت اعتمدت عليها وخليت الميثودولوجي مالتي؟ يجب أنه أنطي الالغوريثم مالتي على شكل فلو شارت. يجب أنه أوضح طرق القياس مالتي المجرمنت مالتي. أنا شون عملت مجرمنت للباراميترز مالتي حتى توصلت إلى النتائج. أسمي نتائجي إذا هي مثلا أنا أريد أستعرض نتائج الأوتبوت مثلا مالت السيستم وأريد أستعرض الإررز مالت السيستم وأريد أعرض فد ستيتس بالسيستم هي الموست إفكت ستيتس. مثلا أنا دا أتكلم على سرعة محرك وأريد أسيطر على سرعة المحرك وعندي أنا نقطة بحث باتجاه سرعة المحرك أنا دا أريد أستخدمها كأن تكون مثلا إحنا مصممين كنترولر لها أو أنا استخدمت فد تولز غير الكنترولر استخدمت فد كومبنسيتر بسيط وسيطرت على سرعة هذا المحرك. يجب أنه أستعرضه بالميثودولوجي لأنه راح يقرأ أي واحد يجي بعدك يقرأ الميثودولوجي يفهم كثير من الأمور اللي راح أنت تستعرضها بالريزلت وبالجوانب الأخرى بالبحث مالتك. الريزلت إخواني برزنتيشن إخواني الأعزاء هذا الموضوع ريزلت برزنتيشن حقيقة أني أعطيت به أكثر من محاضرة ونشرت به بحث مفهرس بسكوبس تحت عنوان الأوبتيمال ستايل ريزلت برزنتيشن إن إنجينيرينج أرتيكلز. إخواني مسألة عرض النتائج مسألة غاية بالأهمية. يعني أنا أحصل على نتائج لكن ما أعرف أستعرضها وبالتالي يضيع مجهودي. أنا عندي ريزلت بس ما أقدر أوصلها بالشكل الصحيح. لذلك راح ناقش وياكم الأساليب المثلى لعرض النتائج. وواحدة من الأسئلة اللي أنا عارضها بالاستبيان لحضراتكم هي سؤال يخص الريزلت بريزنتيشن. لأن إحنا إخواني أكو تباين بين الميثود بريزنتيشن للريزلت بين الباحثين بالفهم كيف يسوي بريزنتيشن للريزلت مالته وأيضا باعتمادية هذا الريزلت من قبل المقيمين أو من قبل حتى بالمناقشة الأطاريح لطلبة الدراسات. وراح نحكي على كثير من التجارب عسى ولعل أنه تكون هذه المسألة مفيدة بوضع خارطة الطريق لباحثينا باتجاه عرض نتائجهم. أخواني عرض النتائج يجب أنه تكون النتائج معروضة related هذا البحث اللي أشرت لحضراتكم وهو موجود بالمحاضرة الرابط مالته. أنا بهذه الدراسة قمت بتقسيم النتائج إلى قسمين رئيسية اللي هي البراكتيكال ريزلت والثيورتيكال ريزلت. وخليت بالمقارنات وبالدراسة
5 عوامل رئيسية لمعرفة الأسلوب الأمثل لعرض الريزلت بالمقالة البحثية. خليت الأكيورسي يعني الأكيورسي مالت الريزلت، وخليت السايز أوف ديتا يعني شقد أريد أستعرض، شقد عندي ديتا أريد أستعرضها بهذه الريزلت، سواء كانت هي ثيورتيكال أو براكتيكال. والكمبارزن، كم كمبارزن أنا عندي، شقد قدر من الكمبارزن عندي أريد أستعرضها. وأخذت باراميتر سميتها الريفيور ديبندنت، اعتمادية الريفيور إني يشوف هذه الريزلت أو هذا الستايل مال الريزلت، الريفيور أو الإكزامينر شقد موثوقيته بها. وأيضا الأورجيناليتي، شقد هذه الأسلوب اللي استخدمته أني شقد يبين لي أنه أني فعلا هذه نتاجي هي بها أورجيناليتي. وأخذت 4 أساليب رئيسية للعرض، اللي هي الجرافيكس رسوم البيانية، والستاتيستيكال الجداول الإحصائية، وأخذت الفيرتشوال رياليتي وهي بما تضم الصور وغيرها، وأخذت الفيديو. والفيديو احنا نخليه بالمقالة على شكل رابط، وهذا الرابط من يجي يستعرضه يوصل إلى فيديو يعرض له بنج عملي ده يشتغل به، يعرض له كمية من الرسومات اللي أنا أريد أسوي بها كمبارزن بس ما أقدر أعرضها لأنني محددني المجلة بشقد 9 صفحات أو 6 صفحات، فكيف أستعرض هذا الكم الهائل من الكمبارزن أو من الجرافيكس اللي أريدها؟ أو أني محدد أطروحة الدكتوراه من 120 إلى 180 صفحة، والماجستير من 100 إلى 120 أو من 80 إلى 120، كيف أقدر أستعرض هذه الكم الهائل من الريزلت ومن هذه؟ فمن وهذه الدراسة الإحصائية اعتمدت على الريفيورز بالمجلة من خلال استبيان، فشفت أنه اللي طلعت لي بالدراسة النتائج اللي أمام حضراتكم، أنه إذا كانت النتائج عملية أخواني الفيديوز يحقق بالأكيوريسي very high. ليش؟ لأنه أنا عندي بنج ده يشتغل، فمن أعرض له صورة الريفيور ما راح يشوف الأكيوريسي بهذه الصورة، إذا يطلع عليها فالاطلاع قليل. بالستاتيستيكال أنا راح أكتب له أنه الإرر طلعت لي 0.005، بالصورة يجوز أعرض له أني الأوسيلسكوب أو فالديجيتال أوفوميتر ده يقرأ لي 0.005 وأكتب له أني سهم وأكتب له فوقها إرر سيجنال. لكن مو مثل لما أشوفه فيديو هو دقيقة أو دقيقة ونص أو دقيقتين وهو المنظومة ده تشتغل والعداد ده يقرأ كل مرة شكل، ومن أنطي للمنظومة مالتي different inputs، مرة أنطي step، مرة أنطي ram، مرة أنطي ellipse، مرة أنطي parabola، وقارن بين هذه الريزلت. فنشوف أنه بالبراكتيكال كانت حصة الفيديوز هي very high very high very high, very active very active، بالريفيو اندبندنت فيري اكتيف، لانه هذا جدا ينطي موثوقيه بالريزلت مالتي اللي اعرضها. نشوف بالثيورتيكال ريزلت، شفنا الستاتستيكال هو جاب اعلى شيء. ليش؟ لانه بالسايز اوف داتا الجداول تعطي كثير من المؤشرات، حتى اكثر صح الفيديو ينطي فيري هاي، لكن الاكتيفيتي تجي وين؟ بالستاتستيكال. بالكمبارزن نشوف انه الستاتستيكال جاب فيري اكتيف، الفيديو جاب اكتيف، الفيرتشوال رياليتي جاب اكتيف، لكن الفيري اكتيف كانت بالجرافيكس وبالستاتستيكال. الريفيو اندبندنس نشوف انه بالدراسه الثيوري الفيديو لانه اطلاع الريفيو بالفيديو يكون صعب، يوقف الفيديو حتى يشوف هذه القيمه وكذا، مو مثل لما تيبل ويبدي يتفحصه أو هو جرافز ويبدي يقارن به. الأورجيناليتي أكيد الفيديو أعلاها سواء كانت نظري أو هذه، لأنه أنا دا أصور الشاشة مالت الحاسبة من دا أشغل أنا السيموليشن مالتي وأسويه على شكل رابط فيديوي وأعرضه. أخواني الأعزاء، جهاز الإشراف، أخواني المشرفين، هذه مسألة يجب الانتباه إليها. كثير من الأقسام العلمية تمنع
وضع الرابط الفيديوي بالأطروحة، خصوصا بالأطاريح مال الماجستير والدكتورة، ويقول هذا المنهج ما معتمد عندنا. أخواني، مثل ما أسلف أخويا العزيز الدكتور محمد، أنه أنا مقيم 206 بحث بمجلات أغلبها كلاريفيت. أنا فقط بالإنتليجنت روبوتكس جورنالز أنا مقيم 38 بحث، مقيم عندهم من 2012 ولغاية الآن صار لي 10 سنوات مقيم، قيمتهم 38 بحث. من أراقب وعندي هذه البيبر البحوث المقيمة أنا كلها عندي حافظها بالحاسب، من أجي أقيم، من أجي أشوف وألقي نظرة سيرفي على من 2012 إلى 2022، أشوف أنه بالأربع سنوات الأخيرة الانتليجنت روبوتكس جورنالز من الديزلي البحث الديزلي ويا سبليمنتري فايلز على شكل فيديو، أطب على البحث ألقى بالصفحة الأخيرة هو رابط وعارض لي الباحث أكثر من فيديو من خلال قناته على اليوتيوب، حتى أنا أشوف بحثه البراكتيكال شلون دا يشتغل الريزلت مالته شلون تطلع. يضطر الباحث يتجاوز عدد الصفحات عندنا بالكتابة حتى يعرض النتائج اللي حصل عليها، وهذا شيء مو صحيح. احنا يجب أنه يكون أكو تطور، يجب أنه نواكب عرض المقالة البحثية مثل ما دا نشتغل. أنا بال 2012 من رحت بوست دكتوريت بجامعة ملايا، احنا أنا ما أعرف شنو البلاجارزم، وكتبت تروحتي مال الدكتوراه وكلها بلاجارزم، لأن احنا قبل 2012 بالعراق ما عندنا شيء اسمه بلاجارزم ولا نعرف شنو تيرنتن. أنا رحت ملايا لقيت أكو شيء اسمه تيرنتن، لقيت أكو شيء اسمه بلاجارزم. من ناقشت البروف المسؤول عليه بروف نصر الدين الله يجزاه عنا خير الجزاء، قال شلون تكتب تاخذ كوبي بيست وتخلي الريفرنس، هذا هو بلاجارزم. قلت يا بالعدان شنو فائدة انه اخلي الريفرنس؟ قال هذا الريفرنس انت تكتبه حتى يجي يطلع على البحث هذا ياخذ ازيد، يروح عنده نقطة ظلت يريد يبحث بيها يروح على الريفرنس، لكن انت ما تجي تاخذ كوبي بيست. فاحنا يجب انه نواكب التطور بالبحث العلمي ونشتغل على اساسه. لذلك البيست ريزلت انه ايضا يجب انه بالريزلت برزنتيشن اتجنب الاخطاء الشائعه اللي هي شنو هو؟ انه اني ما اذكر بالريزلت فد بيانات هي موجوده سابقا، انا ذاكرها مثلا سواء بالريسيرش ميثودولوجي او قبلها ما اذكرها، ليش دا اعيد؟ يجب انه اتجنب الكثير من التكست الا فقط بالديسكشن لهذه الريزلت. يجب انه اتجنب اعاده الجرافيكس او الفيجرز او التابلز، اذا كان بامكاني اكثر من جراف اجمعه بنفس الصوره فافضل. يجب انه طرقنا له سابقا انه ما اخلي اكو تقفيز بالريزلت، يجب انه كيف انا مسوي الميثودولوجي مالتي اعرض الريزلت مالتي. يجب انه ما ازيد اسوي اسهاب بالريزلت واكررها، هذه ايضا من المستكس اللي انا يجب انه اتجنبها بعرض النتائج. اخواني الديسكشن يجب انه تكون هي من ضمن الريزلت برزنتيشن، وقليل جدا من المجلات تخلي الديسكشن هي مفردة خاصة بها، وتكاد تكون هذه الأمر اندثر سابقا كان موجود، لكن الديسكشن هي مع الريزلت، ويجب أنه الديسكشن تكون بعد العرض للريزلت. أنا أعرض تيبلز، أتكلم على التيبلز هذا قبله وعرضه، أعرض جرافز اتكلم على هذا الجرافس وشنو اللي اريد ابينه بهذا الجرافس، شنو الجوانب انا اريد اكد على كومباريزن بين تو جرافس، اريد اشوف الايرور سيجنال، اريد اشوف الاكوريسي، اريد اشوف مثلا فد سمات فد فيتشرز بالسيجنال اللي انا عارضها. يعني مثلا الان انا كثير اشتغل على الاي ام جي سيجنال اللي هي الاشاره التخطيط العضلي، لها من الكاركترستيك 16 كاركترستيك هذه السيجنالز، بس انا مثلا اريد اكد على واحده من عندهم على الامبليتيود، لان انا الفيتشرز مالتي بالبحث مالتي ومتعلق بهذه الصفه،
فيجب أن أبينها وأعرضها، لأنه الجراف مالتي يحكي على 16 وحدة، أنا على ياهو منهم، فيجب أنه أناقش الجرافيكس مالتي على حسب اللي أنا أريد أعرضه للقارئ أو للريفيور. أيضا يجب أنه دائما بالديسكشن أسوي مقارنة، خصوصا إذا أنا شغلي مشتغلين على جوانب من عنده باحثين سابقين، هذه تثري البحث مالتي بالرصانة. الكونكلوجن إخواني هو آخر حلقة علمية بالبحث، البقية هي requirement. هذه الكونكلوجن قلنا إحنا دائما يقرأ الأبستراكت والكونكلوجن، اللي هو الأبستراكت أول حلقة، ثاني حلقة علمية بكتابة البحث، وهذا آخر واحدة. الكونكلوجن إخواني يجب أنه يكون غير طويل وما يتجاوز 250 كلمة، أو يجب أنه يكون واضح جدا، ويجب أنه كل جملة أكتبها كأنه أنا سويت كونكلودينج على هذه المسألة، أنه أنا سابقا عارض ريزلت بيها، وأشير لما تكون فد باراميترز معين بجرافز أنا عارضة، ممكن أشير إلى number of graphs. أيضا يجب أنه تقسم إلى كل conclusion إلى paragraph، ما تتجاوز الconclusion عددها 2 أو 3، ما أكتب conclusion يعني من paper ما تتجاوز 9 صفحات أو 10، أنا أطلع 6 conclusion 5 conclusion، لا يمكن، هذا مو conclusion، هاي صار عندي confusing يعني بالكتابة الconclusion، لا يمكن، ممكن تكون الconclusion اللي أطع بيها واحدة، لأن أنا الobjective اللي جاي أكتب بيه هو واحد، الcontribution مالتي هو واحد، فالconclusion هو مو بطولها، هو بدلالتها، باعتماديتها على result، أنت لازم تطلع الباست result تختاره وتكتب الconclusion مالتك عليها. من الأمور الأخرى هي كتابة المصادر، وإحنا عندنا بكتابة المصادر أكو 9 أشياء رئيسية يجب أنه يضمنها كتابة المصدر بأي أسلوب. راح نشوف أنه أكو 5 أساليب لكتابة المصادر أسلوبها، لكن كل هذول هم الخمسة هم يتكلمون على نفس المعلومة لكن بأسلوب مختلف. يجب أنه يحوي الكتابة الرفرنس على الأثرز نيم، ويجب أنه يحوي على التايتل مال هذا الرفرنس، سواء كان هو أرتكال، كان بوك، كان شابترز إلى آخره، يجب أنه يحوي على التايتل أوف جورنالز اللي ناشرته، الأذر كونتريبيوشن إذا هو بأكثر من مثلا هو منشور بمؤتمر، منشور بمجلة وهكذا، الفيرجن مال هذا المنشور، النمبر، الببلشر من هو، والببلش ديتا، وممكن تضيف الفقرة التاسعة اللي هو اللوكيشن وين، يعني النمبر اوف بيج بأي بالعدد مالته، ايش قد مثلا من 10 الى 20، من 100 الى 105 وهكذا. الستايلز اللي معتمدة بكتابة الريفرنس هي الـ IEEE citation، ونشوف احنا من ننشر بعض المجلات تخلي 3 او 4 بالفورمز مالت الـ citation، وكل APA والـ MLA citation والـ Chicago citation style، وكل هذول الأربعة من الفورمز لطرح كتابة الريفرنس هي قلنا تحوي على نفس المعلومات لكن بحسب الأساليب، أشهرها هو IEEE citation، ولو إحنا بمجلات نعتمد على APA. الفيوتشر وورك إخواني هو من الأمور الأكسسوري الملحقات بالمقالة البحثية، وممكن أنه كثير من الباحثين يكتبه بآخر سطرين من الconclusion، يعني هذا ما نميل إلى لأنه
فقلنا الفيوتشر وورك اخواني اما يكتب بالجزء الاخير من الكونكلوجن او يفرد بالاطاريح. طبعا اكيد هو الكونكلوجن ايتم والفيوتشر وورك ايتم. الفيوتشر وورك اخواني شلون اكتبه؟ انا اشتغلت بالبحث مالتي وحققت الكونتريبيوشن اللي اريده اني، ومن خلال العمل مالتي سواء كان شغلي ببراكتيكال فأكيد طلعت لي كثير من الأمور اللي أنا إذا أسويها أحقق contribution أكثر، فممكن أسجلها على أنه هي future work. أنا اشتغلت بsimulation وتبين لي أنه أنا أكون مجموعة parameters إذا أضفتها أسوي analysis أفضل من اللي أنا إذا أسوي، ممكن أضيفه على أنه هو future work. هو أي نقطة بحث ممكن أضيفها على contribution مالتي، بس هنا يا أما أنا أريد أنشر البيبر مالتي وحققت الريكويرمنت، او انا طالب دكتوراه او ماجستير وحققت الريكويرمنت واريد اكتب واكمل ضمن المده مالتي، هذا ممكن يسمى بالفيوتشر وورك. مو الفيوتشر وورك انا اجيب ضرب من الخيال، يعني مثلا اقول اني الهايبريد انتليجنت كنترولر عاده ما يكون بين يعني كلاسيكال كنترولر وانتليجنت كنترولر، وادمج هنا اسويهم هايبريد، واجي اكتب بالفيوتشر وورك بالإمكان أنه أدمج 5 أنواع من الكنترولر وأسويها هايبريد. هذا مو هذا imagination، هذا تخيل، هذا يختلف عن الفيوتشر وورك. الفيوتشر وورك أخواني يجب أن يكون مستند على مسألة أنت توصلت لها لكن ما أتحفك الوقت أو ما أتحفتك الإمكانية. ممكن أني استخدمت نوعية من السنسرز، الآن إحنا كثير ما بالأطراف الصناعية تواجهنا هاي المشاكل بسبب التولز الغالية، فممكن أني أستخدم سنسر يجيب لي حقق لي ريزلت، لكن لو اني بدلت هذه النوعيه بنوعيه مور اكتيف، جزء نوعيه الفلتريشن اللي بها اعلى، نوعيه الامبليفيكيشن بها اعلى، فممكن اجيب ريزلت. مثلا واحده من مشاكلنا بالاطراف الصناعيه هي مساله السنكرونايزيشن بين التزامن ما بين الطرف الحقيقي والطرف الصناعي. هذا جاي من شنو؟ جاي من انه معتمد على سرعة أداء الطرف الصناعي. هذا سرعة الطرف الصناعي يعتمد على هواية باراميترز، منها مثلا حساسية السنسرز اللي أنا دا أستخدمه وسرعة استجابة السيرفو اللي أنا دا أستخدمه. ممكن أقول أن أنا استخدمت هذا النوعية ولو أجيب غيره هذا فيوتشر وورك، لكن ما أقول أنا أجيب في النوعية هي أصلا ضرب من ضروب الخيال وقول إيه هذا future work. أيضا الاكلوجمنت هو من الأكسسوارز بالمقالة البحثية، خصوصا إذا كان أكو بجد للبحث، فمن حق صاحب البجد عليك إنه تكتب له الاكلوجمنت، سواء طبعا أي مساهمة، مو إلا إحنا نجيب البجد لأن هو علتنا بالبحث العلمي، لكن مو إلا بجد، ممكن اي مؤسسه ساهمت وياك نطتك بيانات. انا دا اشتغل على كوفيد 19 وفد مستشفى من المستشفيات نطتني كم صوره، هاي ممكن اذكرها اكلوجمنت لانه اسعفتني. فاي خدمه قدمت لي الباحث من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، فلازم تذكره. مؤسستك اللي انت تنتمي لها من حقها عليك انه تكتب لها acknowledgement، لان هذه المؤسسة راعتك وهي سبب تسميتك كباحث وانت تشتغل باسمها. فدائما نميل الى انه مؤسساتنا البحثية نكتب لها acknowledgement حتى لو هي ما مقدمت لنا اي شيء، لا منطقتني مختبر اشتغل به ولا كذا، بس انه انا اسمي يوسف المشهداني University of Anbar، في حق University of Anbar علي انه اكتب لها acknowledgement بالبحث مالتي. الاديشنال ايتم الاخرى اللي هي مو شائعه الاستخدام لكن كثير، اقيم كثير من البحوث للام دي بي اي، نشوف الام دي بي اي البيبرات كلها تتضمن هاي الستة مفردات او السبعة مفردات اللي امامنا اللي هي الاثر كونتريبيوشن، وهذا جدا مهم. ليش؟ لان احنا 5 بالبحث، واحد ساهم فقط بالكتاب، واحد ساهم بأداء الشغل العملي مال البحث. أنا الباحث اللي يجي ورايا يريد مشكلته ويا البحث بالانستليشن مال البيند مال
البراكتيكال وورك، فما يروح يسأل هذا الباحث الخامس اللي سوى editing، يسأل هذا الباحث. لذلك يكتب الأثرز كونتريبيوشن بي، الفاندينج إذا موجود يذكر الجهة مالته. إذا أكو إحنا عندنا مثلا لجنة علمية، واللجنة العلمية تمرر لها هذه البيبر قبل لا تسوي لها سبمت، لذلك أكتبها الريفيو ريبورت مالتي، أكتبها اللانجوج إديتينج إذا هو موجود، وإذا عندي سيرتيفيكيت أرفقه بآخر صفحة من البحث. أيضا إذا أكو انفورمد كونسنت ستيتمنت مسويها أني فأيضا أذكرها. إذا أني بحثي مستخدم داتا وهذه الداتا جدا مهمة، فأذكر منين المصدر مالتها. بعض البحوث اللي عملناها بالكوفيد 19 من كنا نخلي ستيتمنت داتا يطالبونا مثلا مجلة السنسرز، مجلة البايو سنسر طالبتنا منين هاي اللي وفرتوها، هذه الصور من ليكم، من السورس مالتها، ونذكر لهم اياها. الكونفليكتد اوف انترست يجب انه اذكر اذا هو موجود. السبرمنتري فايل هذه جدا مهمه، قلنا احنا واحده منها انه اني ممكن ارفق الفيديو، ممكن ارفق الداتا شيت، ممكن ارفق الجرافيكس، ممكن ارفق الصور، ممكن ارفق الداتا شيت للتولز اللي اني مستخدمها مع البحث. وغالب المجلات تذكر فقره موجوده من ضمن فقرات السبمت مع المين ارتكلز اللي هي السبلمنتري فايلز. البلاجارزم اخواني ما يخفى عليكم، لان اصبح الان هذه المفردة هي فيمس ومستخدمينها وكل باحثين يستخدمونها، وهي شرط نزل حتى لكتابة الأطاريح مالت الأندر جراجويت. البلاجارزم انه انت تاخذ كوبي من ريفرنس منشور. يوجد برنامج إلكتروني لكشف هذا البلاجارزم يسمى بالترنتين، والحمد لله الآن جامعاتنا كلها موجودة بها حسابات الترنتين، وممكن الباحث يشيك البحث مالته قبل لا يسوي سبمت. النسبة المقبولة للبلاجارزم هي 20% للأطاريح وللبحوث. بعض المجلات الآن تريد less than 20 وأكو منهم يريد 15. أكو كثير من السوفتوير اللي احنا ما ننصح بها اللي هي تتجاوز البلاجارزم وتسوي لك بارفريزم، وهذه طريقة غير صحيحة جدا. الطريقة الصحيحة للتخلص من البلاجارزم انه انت تقرأ الريفرنس اللي سويته وتعيد صياغته بفهمك، وهذا يكون أفضل لك خصوصا إذا أنت طالب دراسات، لأن أنت بعدين لك. هذه صورة من صور الترنتين اللي نستخدمها ببرنامج الترنتين، ويطلع لك الصورة على شكل هي نسبة الاستلال الرئيسية وفقرات أشقد من الانترنت سورس من البابليكيشن وهكذا. طبعا دائما حتى تحصل على الأكسبتنس لازم تمر من هذه البوابات اللي أمامكم في صورة معبرة، ويجب أن تكون أنت to be careful حتى تقدر تأخذ الأكسبتنس لشغلك. هنا هذه بعض اللينكس اللي لبعض المحاضرات السابقة اللي أنا أعطيتها، أسأل الله أنها تكون مفيدة لحضراتكم. وهذه بعض الرفرنس، وشاكر حسن استماعكم وأسف على الإطالة. شكرا جزيلا عزيز، بارك الله فيك على هذه المحاضرة القيمة. أنا عندي ملاحظتين، يعني ذكرت حضرتك أنه بعض الجامعات تحدد عدد الصفحات لرسائل الماجستير والأطاريح طلبة الدكتوراه. تعليمات الدراسات العليا لا يوجد شرط محدد بعدد الصفحات. الطالب الباحث كل ما يكون هو أنهى متطلبات البحث مالته، سواء كانت 100 صفحة أو 90 صفحة، والمشرف مالته اقتنع بهذا العمل تعتمد. يعني كإجراء حضرتك قلت 120 إلى 180، لا يوجد هكذا في تعليمات الدراسات العليا.
الملاحظ الثاني فيما يخص نسب الاقتباس وليس الاستلال، الاقتباس فيما يخص البحوث العلمية لا تزيد عن 20%، والرسائل والأطاريح طلبة الدراسات العليا لا تزيد عن 15%، على أن لا تكون هنالك نسبة اقتباس من مصدر واحد لا يزيد عن 5%. فقط هذه الملاحظتين حبيت تذكرهم. بارك الله بك على هذه المحاضرة القيمة. دكتور محمد إذا تحب تواصل إذا كنت استفسارات تفضل حضرتك. شكرا جزيلا دكتور يوسف على هذا التقديم الرائع ولهذه المعلومات القيمة، ونتمنى أن تحقق الفائدة لجميع من يستمع لهذه المحاضرة، علما أنه الأستاذ محمد ياود مشكورا ذكر لي أنه العدد تقريبا 3900 وقابل للزيادة، وهذا شيء مفرح بأنه هكذا متلقين وهكذا عدد المتلقين لهذه المحاضرات القيمة التي دليل على الاهتمام بما يقدم وفي نفس الوقت دليل على أهمية ما يقدم. شكرا جزيلا. تفضل أستاذ محمد. نعم دكتور. دكتور هسه بندخل باب المداخلات. ألو. نعم الدكتور معك. بس رجاء عفوا ملاحظة أحمد، ياود، رجاء الدخول بالأسماء بالمداخلات، دخلوا بالأسماء الصحيحة، لأنه الآن أستاذ محمد يواجه مشكلة. أنا قبل شوي واحد رافع إيده باسم هوم، إحنا شو نقدمه يعني بهذا الاسم؟ فرجاء اللي عنده مداخلة والجميع يدخل باسم الصحيح. دكتورة إسراء عبد القادر عزوز. تفضل دكتور. تفضل يا دكتورة إسراء. دكتورة إسراء هذا موجود دكتور عبد القادر. دكتورة إسراء عبد القادر عزيز. ننتقل إلى دكتورة بكرة من الجامعة التقنية الجنوبية. دكتورة بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة بكرة من الجامعة التقنية الجنوبية. سؤالي لل أي تشكيل دكتورة؟ أنا مدير قسم الدراسات والتخطيط في رئاسة الجامعة. يا مرحبا الشرف حياك الله. الله يحفظك دكتور. الله يحفظكم. جزيل الشكر على هذه الجهود الطيبة طبعا وعلى هذه المحاضرات القيمة، كثير نستفاد من عندها رغم الخبرة والتجربة اللي عندنا، ما زالت هذه المحاضرات تزيد وتسقل الخبرة أكثر وأكثر. ربي يحفظكم جميعا، وشكرا جزيلا للأستاذ الدكتور على هذه المحاضرة القيمة على جميع المعلومات اللي قدمها في هذه المحاضرة. سؤالنا هو حقيقة احنا كباحثين نقول ليش الريفرنسز الآن يفضلون انه يكون لينك، بينما السبلمنتري فايل هي يعني تكفي وتوفي بهذا الموضوع. هذا بس لهنا سؤال ليش دكتورة لو اكو بعد. نعم دكتور نعم ارجع اعرف ليش يعني دكتورة. نعم دكتورة بينما السبلمنتري فايل هو يوفي بهذا الموضوع ويكفي بكافة الداتا اللي نرفقها مع البحث اثناء السبمشن. لا دكتورة اختي السايز اوف داتا ما يكفي بالسبلمنتري داتا فايل. انا الان رئيس تحرير مجلة، من اعطي المساحة بالابلودينج اعطي مساحة محدودة. انا الان اذا اريد اصور انستليشن اللي ورك بنش عندي بالهندسة دا أسوي بشغلي العملي وأصور فيديو طوله 5 دقائق أو أكثر، إيش قد السايز أوف داتا يكون كبير. سبلمنتري داتا ما تكفي. سبلمنتري داتا ممكن يكون لي داتا شيت فايل ملف بي دي اف أوكي تيبلز يعني أوكي صورة أو صورتين أو ثلاثة أوكي، لكن كفيديوز لا يمكن. لذلك يوضع رابط. حتى إحنا بالأطاريح دكتورة أختي الفاضلة الآن أنا دا أدز الآن أنا واحدة من طلابنا بالدكتورة دزينا الأطروحة للمقيمين ويا الرابط مال الفيديو. أنا أخلي كود حتى لأنه راح تروح للأطروحة مطبوعة،
هذا صعب يدخل اللينك اللي أنا دازه مال الفيديو ويجيبه صح، فأنا أعطيه باركود يمسحه، وبعدين من نجي نسوي الفاينل للأطروحة وراء المناقشة نشيل هذا الكود بعد ما نحتاجه، لأنه راح يكون أونلاين تنتهي المسألة. فأنا كل ما أسهل على القارئ الريفيوارز أو الممتحن الإكزامينر أسهل له الوصول إلى المعلومة، مثل ما أنا أسعى بالكتابة البحث إلا أنه أكتبه بسيكونس معلومات متسلسلة، الريزلت متسلسلة، من يجي يقرأ الكونكلوجين فعلا هو شافه وتحقق من عنده بالريزلت وهكذا. فكل ما أسهل له الوصول إلى المعلومة كل ما أنال على الأكسبتنس مبكرا. تمام، عشرة الأيادي دكتور. إذن هي مسألة size of the data هو هذا المقصود به، إنه حتى نوفر وسبليمنتري فايل مثل ما نعرف، مثل ما قلت حضرتك إنه ما تضمن هذا السايز العميق مثل ما نقول. جزيل الشكر لحضرتك، جزيل الشكر لجميع القائمين على هذا الموضوع، ربي يحفظكم. حياك الله دكتور ذكرى، مرحبا وسهلا. المشاركة التالية من ست هند فارق محمد، تفضلي ست هند. ست هند تفضلي. ست هند إذا موجودة. ست هند فارق محمد. إذا ماكو دكتور محمد عبد الرؤوف موجود. نعم دكتور. تسمعني؟ تفضلي تفضلي. السلام عليكم أستاذ. أستاذ عليا جامعة النهاية. يا مرحبا. الله يخليك استاذ. استاذ بالنسبه للعدد، انا يعني دخلت يعني وقت متاخر، ما كنت اعرف بالمحاضره، يعني هسه انا طالبه ماجستير، بس انا المعلومات اللي عندي والشغل اللي اشتغلته يعني كان كلش يعني هيوج، فسمعت انه ماكو عدد محدد، قلت لحضراتكم، قالوا لي قالوا انه يعني انت ماجستير لازم ما يتجاوز 120، يعني التعليمات شو تقول بخصوص هذه العدد الصفحات لرسالة الماجستير؟ في تعليمات الدراسات العليا لا يوجد هنالك فقرة تحدد على الصفحات، وإنما التعليمات الدراسات العليا تشير إلى المشرف العلمي على طالب الدراسات العليا، هو من يحدد عدد الصفحات وعدد الكلمات اللي يتطلبها لانتهاء رسالة الطالب ومتطلبات نيل الشهادة. دكتور إذا سمحت لي دكتورنا الفاضل دكتور عبد الجبار، حقيقة إحنا بجامعاتنا عرفا أكو عدد واللي نعمل فيه هذا مخالف للتعليمات. ايه؟ ماكو شيء عرفا، يعني أنا ما مشتغل، لا يوجد شيء عرفا للتعليمات. أنا ما مشتغل المشرف. دكتورنا العزيز، نعم. المشرف هو من يحدد إذا اقتنع بالرسالة، عسى ما تكون 90 صفحة، عسى ما تكون 70 صفحة، عسى ما تكون 200 صفحة، المشرف يقتنع بالرسالة بعدد صفحاته وأنه أدت الالتزام المهني العلمي لموضوع البحث، هو هذا المشرف هو أي جزاك الله خير. عدد الصفحات المطلوبة يا ريت تأكيد من جهاز الإشراف المركزي بكتاب يعمم على الجامعة. التعليمات ارجع إلى التعليمات 2008 موجودة فقرة صريحة. ممتاز، يعني ما يحتاج عمام. ممتاز. اي والله، لان انا شغلك كان كل شيء هوايه، فانا يعني دا اصير مجبوره دا اشيل شغلي، وانا اشتغلت يعني شغل كل شيء هوايه، العدد الصفحات ما يكفي، فلازم اشيل يعني. هل حددوا عدد الصفحات المشرف؟ لا المش مو المشرف، بس التعليمات يعني قالوا لي التعليمات انه لازم 120، يعني سمعت بس مو المشرف. على دكتور مصطفى مدير الدراسات العليا في جامعه النهرين، أي. وقل لي لأني دكتور عبد الجبار هيك بلغني، وأنا شغلي يتطلب أكثر من 120 صفحة. تمام. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، ويا ريت يعني إحنا نعلم بهاي المحاضرات القيمة كلش حلوة. إحنا نعممها، يعني عممناها من قبل أكثر من شهرين، وأيضا أسبوعيا نعممها على جروب السادة المساعدين، مساعد رسائل الجامعات، وأكو جروب اللي هو جروب البحث العلمي اللي سوا على التليجرام سال محمد ياوز، إذا تنزل أول بأول هاي الإعمامة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا دكتور. أيضا تعمم حتى بشكل مباشر على القسم من سادة رسائل الجامعات والمساعدين والأساتذة، يعني الكل، الكليات الحكومية والأهلية الكل يستلموها، والآن هاي المشاركات قاعد تجينا متزايدة بحكم هذا التبليغ. شكرا جزيلا دكتور. تفضل سيد محمد. نعم دكتور. دكتور المداخلة التالية من دكتور محمد عبد الرؤوف.
دكتور محمد تفضل. دكتور محمد عبد الرؤوف افتح المايك رجاء. دكتور محمد عبد الرؤوف اذا ماكو ست نيران فاضل استاذ محمد. نعم دكتور ست نيران فاضل تفضلي. ست نيران الو ايه تفضلي تفضلي الو سمع ست نيران تفضلي بس التقديم رجاء وتفضلي مداخلتك. الو حسن محمد ستبان شو ستبان اذا موجوده ستبان طه محمد ستبان طه محمد تفضلي ستبان. ستبان طه محمد نعم نعم استاذ السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. سلام شلونك دكتور شلون الصحة شلونك دكتور يوسف شكرا على المحاضرة القيمة شلونك دكتور محمد. الله يبارك فيك. دكتورة بان طه من جامعة كربلاء. يا رب. حقيقة عجبتني المحاضرة كلش هواية وبس ريدت أشوف أسأل جنابكم على مود موضوع اللي يتعلق بين الاستمارة الاستبيان. الرفقة ويا نعم نعم هسه بعد شويه راح نناقشها اذا سمحونا الاخوان بخمس دقائق. حضرتك كان عندك اكو من ضمن فقرات الاستماره اكو يعني مقارنه او ياهو الافضل تفضل الصور والفيديو ويا البيانات الهيستوغرام او البيانات طبعا هاي انا اعتقد البيانات اذا كان جدول او هيستوغرام او شكل بياني يعتمد على بيانات الباحث نفسه يعني ماكو أفضلية أيهما الأفضل يعني هيستوغرام لو بشكل بياني وغيرها من يعني الأشكال الإحصائية أو الجداول ولكن الصور والفيديو هذا شيء تعزيزي لابد منه حاليا يعني أنا أؤيد فكرة الرابط اللي يضم الصور والشكل التعزيزي والفيديو التعزيزي هذا واحد. شغلة أخرى أتمنى بأن تكون نظام المصادر أو إدارة المصادر نستخدم رابط كروس ريفرنس يعني هذا كلش مفيد أعتقد يعني إذا استخدمناه راح تخلص من شغلة كلش يعني حتى المبتدئ أو اللي ما يعرف يكتب المصادر أو يعني طلاب مثلا الدراسات الأولية والعليا حتى يتجنبون بأن يخلون حشو ما بضرورة لتفسير النتائج فإذا خلينا هذا الرابط راح يخلصنا من شغلة يعني الحكي الزايد اللي موجود بالرسالة أو الأطروحة أو البحث أيضا يعني هذا الموضوع اللي يتعلق بال ألو ألو نعم دكتورة نعم ايضا اكو شغله الباركود كلش مفيد يعني اعتقد لو هذا ايضا يعمم بالنسبه للاطاريح والرسائل لان هذا ايضا مفيد راح يخلصنا من واتمنى بان يكون ويا ضمن الباركود يعني شغل عن مثلا الطالب ايش مشتغل مثلا مكان العمل مالته وين اشتغل المختبر شلون حصل هاي البيانات مالته شلون يعني هذا الامور اللي تعزز من الامانه العلميه احنا حاليا حقيقه يعني محتاجيها واتمنى بان تصير هذا الشيء بمختبراتنا وبعدين شغله اخرى اتمنى ان هذا تمني طبعا اتمنى ان نصير ان نعزز البحث العلمي داخل مؤسساتنا الاكاديميه وان نبتعد عن الاسواق لترويج مثلا على سبيل المثال مثلا عندنا بي سي ار مثلا فحص فد عينه مختبريه او فشي كافي بعد نروح للخارج على مود مثلا نسوي ريفليب او نسوي سيكونسينج كافي خلينا نشجع مختبراتنا احنا مختبراتنا والبحث العلمي مالتنا وخلينا نشتغل بايدينا خلينا نعيد ثقتنا بانفسنا من هاي الناحية وبالتالي راح نكون باحثين وكاتبين يعني
أصيلين للبحث مالتنا والنتاج العلمي مالتنا. وهذا راح ايضا راح نريد نشجع ايضا مجلاتنا العلميه. احنا عندنا مجله جامعه كربلاء كيو 1، يعني هذه ليش ما احنا نشجعها؟ ليش نروح نخسر عمله صعبه ونروح ننشر بيان يعني ننشر بالخارج؟ خلي نبدا صفحه جديده بعلم جديد وثقانه جديده والاختصار رجع ممكن. شكرا جزيلا واني هاي خلصت. شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامه. يا مرحبا، تفضل دكتور يوسف. الله يبارك فيك دكتور محمد. بالنسبة أختي الفاضلة دكتورة، بالنسبة للملاحظة الأولى مال الاستبيان، لا احنا نريد من هذا الأمر ومن استعرضته ونشرته أنا بحث فيه بسكوبوس، احنا نريد نضع خارطة الطريق لطلابنا ولباحثينا. أنا عندي براكتيكال وورك أنطي طريقي كيف يعرض الريزلت مالته، أنا عندي ثيرتيكال وورك أنطي طريق شلون يعرض، إذا كان عنده كمية من الداتا وين يروح؟ يروح باتجاه رابط الفيديو، لو هو ثيرتيكال يروح باتجاه الجدول الستاتستيكال وهكذا. بالنسبة لي الباركود هو شيء مكمل للرابط، لأن أنا أحول الرابط إلى باركود، حتى ما إذا وصلته سوفتوير هو الرابط يكفي، لكن إذا وصلته هارد كوبي فيستعين بال باركود. فاحنا من سوينا الاستبيان ومن اني هذا الجدول اللي عرضته امام حضراتكم هو نفسه موجود بالبحث اللي انا نشرته. هو ندلي الباحث على افضل طريقه لعرض نتائجه حسب الحاله اللي طبعا هو على من يريد ياكد، يريد ياكد على عامل الاورجيناليتي مالته مال البحث، يريد يروح يختار الاسلوب اللي قلناه، يريد يعزز كمية الداتا اللي مستخدمها، يريد يظهرها كلها، يروح على الأسلوب اللي قلناه شنو اللي طلع أكتف شنو اللي فيري أكتف وهكذا. وبارك الله بيك على مسألة التأكيد على مسائل الرصانة واستثمار مختبراتنا، نسأل الله عز وجل إن شاء الله ييسر، وجامعاتنا كلها إن شاء الله تبنى أرقى المختبرات إن شاء الله، ومجلاتنا كلها إن شاء الله تدخل بسكوبس بإذن الله، وإحنا نكون السوق ما نكون غير شيء. بارك الله بيك. شكرا زين. هذا دعوتك الأخيرة دكتور يوسف، دخول المجلات يعني حقيقة الخطوات اللي فعلت في جهاز إشراف التقويم بإشراف السيد المساعد العلمي دكتور عز الجبار، إن شاء الله أتت ثمارها. والله الحمد لله خلال هذه السنة عدد المجلات دخلت سكوباس المجلات العراقية 6، آخر كان مجلة كلية الزراعة وجامعة كوفة، وهذا نشاط متميز ومفرح لمجلاتنا. والحقيقة العمل الآن صار باتجاهين، بطريقين واثنين مسالكة واثنين جيدة، هو تفعيل المجلات العراقية ودخول سكوباس والنشر في المجلات العالمية لتحقيق النوعية الأفضل. والله جهودكم مشكورة دكتور، ونعم منكم ومن دكتور عبد الجبار ومن كل الأخوان جهاز الإشراف، حقيقة احنا لامسينها، انا رئيس تحرير مجلة ولامسها هذه المسألة، وايضا يعني انا اعطي هذه المحاضرات من 2012، من رجعت من 2013 رجعت من ماليزيا اعطي المحاضرات، كانت فقط على مستوى العراق 3 مجلات بسكوبس وما بيها سايتيشن، يعني نهائيا. الان الحمد لله رب العالمين مجلاتنا وصلت احتمال ايش قد صار 45 من 47 مجلة صار عندنا بسكوبس بكل التخصصات، هندسية صارت عندنا واحدة الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله إن شاء الله التوفيق للجميع. إذا الوقت يسمح بس أشير الشاشة ونتكلم على الاستبيان فد 3 دقائق أو 4. بعد عدم مداخلة بعد أستاذ محمد. نعم دكتور. مداخلة رابعة. نعم دكتور. مداخلة رابعة من الأستاذ خالد سيد مرعي. تفضل الأستاذ خالد. نعم، شكرا جزيلا للأخوة الأعزاء والسيد. الهدف من هذه المحاضرة القيمة كان مساعدة بس التقديم رجاء شخص الكريم تتعرف عليه. أستاذ دكتور خليل سيد مرعي جامعة نينوى. يا مرحبا، شرف حياك الله. أهلا فيك. أهلا. يا مرحبا. مشكورين إخوان على تنظيم هذه المحاضرة، الهدف منها مساعدة الباحثين لكتابة بحوث جيدة متميزة يفخر فيها البلد. حبيت أضيف ملاحظة أنه بعد تقديم البحث إلى المجلة يتلقى الباحث ملاحظات المقيمين، وهذه الملاحظات ذات أهمية كبيرة لأنها آراء مقيمين من جامعات مختلفة وبلدان مختلفة،
وأغلبها تؤدي إلى تطوير البحث. الكثير من الباحثين الشباب لا يرغبون بالتقديم إلى مجلات فيها مقيمين يقيمون البحث بالصورة الصحيحة والدقيقة، وكأنما يرغبون في المجلات التي يكون فيها التقييم سهل. صحيح أنه آراء المقيمين صعبة وتلبيتها يتطلب جهد، ولكن هذا الجهد سيكون قيمة مضافة للبحث. فصبرا جميلا إلى أن نحصل على بحوث أجود وأفضل. شكرا لكم. بارك الله بيك أستاذنا الفاضل أستاذ الدكتور خليل سيد مرعي، والنعم من حضرتك. وتأكيدا على كلام حضرتك، احنا تلمذنا على يد أساتذة، أنا مشرفي بالماجستير والدكتوراه الأستاذ الدكتور الفاضل أستاذي الدكتور محمد زكي الفائز، الله إن شاء الله يرضى عليه ويوفقه. أتذكر لحد الآن بالدكتوراه نسوي سبمت لمجلة الرانك مالته عالي، يقول لي أنا أدري راح يجينا رفض، بس خلنا نشوف الملاحظات شو يقولون عليها، بس تروح تقييم تجينا ملاحظات ما يخالف، خلنا نشوف شنو رأيهم بشغلنا، لأن كنا نشتغل شغل حقيقة جديد، شغل الانتراكتيف بالفيرتشوال رياليتي بيزد اللي ام جي سيجنال، ما كان يعني حتى على مستوى السيرفس سنسر ماكو بالعراق، فكنا هيك نطمع. فهو هذا الدور ايضا يقوم به المشرفين، المشرف هو يحفز الطالب ويشجعه يقول له خلي روح على اعلى رانك وبعدين ابدي انزل، مو تصعد بالعكس، لان تروح على الاعلى وابدي انزل الى ان تحصل الافضل. ونسال الله التوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا دكتور. استاذ محمد مداخله الاخيره تفضل. نعم دكتور، مداخله الاخيره من دكتور صلاح الحمداني، تفضل دكتور. دكتور صلاح، عليكم السلام. يا مرحبا وسهلا، تفضل. دكتور صلاح الحمداني، كلية الهندسة جامعة ديالى. يا مرحبا، شرف. أحب أشكر بهذا الإشراف واللجنة الوزارية المشرفة على التعليم الإلكتروني والسيد المحاضر على هذه المحاضرة القيمة. بس حبيت أنطي فكرة إنه السبليمنتري ماتيريال هي مو شغلات زايدة عن البحث أو كلام زايد وإحنا نروح نودي بالسبليمنتري ماتيريال، إنما هي سياسة بعض المجلات يعني حتى يشيكون انه هل هذا البحث ماشي بقروه الصحيح او الـ يعني الأبيدنس انه هذا الشغل صار. فقسم من المجلات تطلب هذا الشيء. الشغله الثانيه انه يعني هواي ناس هم ما مسجلين بمجلات، يعني ما يعرفون انه هذا البحث صاير بهالمجال، فمن يلقي رابط فيديو او يوتيوب من هذه السبلمنتري ماتيريال راح يوديه على هذه او على هذا البحث حتى يشوف هذا البحث اللي صار بهذا المجال. النقطه الثانيه اللي حبيت اسال حضرتكم عليها موضوع البلاجيارزم بالترنتين، يعني الداتا بيس مالت البروجرام وين بدها تروح؟ يعني عندنا صلاحيه انه احنا نرجع نشيك بعد فتره بعد سنه او بعد سنتين على هذا الموضوع. وشكرا جزيلا مره ثانيه. بارك الله بك اخوي العزيز دكتور صلاح. احنا ما اعرف منين جت الفكره انه السبلمنتري داتا هو يعني الفايلز هو للشغلات الزايده، ما تطرقنا الى انه شيء زايد بالبحث. لا بالعكس، هو وضع لأنه التاملت مال المجلة هو 6 صفحات أو 9، فالسبلمنتري داتا الأمور اللي ما قدرت أنا أضمنها من ريزالت من غيرها، ممكن الداتا بيس اللي أنا الداتا سيت مالتي اللي أنا استخدمتها حتى أنطي بروفمنت للبحث مالتي ممكن أغذيها بالسبلمنتري داتا، ما جبنا لفظة زايدة ما أعرف. على العموم، والشغلة الثانية مسألة الترنتين إخواني، الترنتين إخواني الداتابيز هي ترنتين شركة عالمية ولها سيرفر خاص بها. مسألة إذا كنت تسأل حضرتك على مسألة إذا أنت لغيت فايل مسحته، فهو أكو نوعيتين، إذا أنت مخلي نوع روزبري داتا بالترنت مالتك مسوي له ستن فهذا ما ينحفظ، ينحفظ 3 أشهر ويلغي. واذا انت مخليه فيكسد فهذا هي انت منين ماخذ حسابك، لازم تراسلهم حتى يرفعونه من عندهم. اما اذا تقصد على كيف يدقق الترنت، يدقق من تاريخ نشر البحث، يدقق اللي قبله يدقق. دكتور قصدي
قصدي انه يعني بعد فتره معينه احتاجيت، يعني كانه اني يجوز ما سيفته، يعني الجهه اللي سويت شكل البحث مالتي سيبت هذا البحث مثل ما حضرتك تفضلت ثلاث شهور بعدين راح، يجوز احتاجيتها بعد سنه مثلا، او جهه طلبتها من عندي، او قدمت معامله ترقيه مثلا وما لقيت هذا البحث. يعني قصدي ليش ما الوزاره يصير عندنا مثلا برانش او حساب خاص بالوزاره حتى البحوث مالتنا، خل تصير الداتا بس كلها بهذا الموقع. دكتور من تخزنا حضرتك بالترنتين، اذا انت نشرت هذا البحث تشيك النوب، يعني مثلا هسه انت سويت بلاجرزم بحثك من تقدمه للمجله وخزنته بالترنتين وجيت تستخدمه بالترقيه وديتها المركز الحاسبي يشيكون البحث مالتك، يطلع 100% ويا السبمت اللي انت مسويه سابقا وتصير عندك مشكله، لذلك هو ما يحفظ. لكن اذا انت تريده فسوي له داونلود وخزنه بحاسبتك. انا عندي ترنت من 2011 واستخدمه لي والاصدقائي، حتى اصدقائي مسوي لهم فولدر بالحاسب، فهو الافضل تخزنه يمك مو تخزنه بالترنت، لأن الترنتين بعدين من راح تيجي تسوي له تشيكينج انه بيطلع وياه، يطلع مشابه له، يصير داتابيز للبحث. تمام، شكرا دكتور. خصوص مداخلات استاذ محمد. استاذ محمد ياوس، احنا نعتذر للزملاء الاخرين اللي رافعين ايديهم بس ما صار المجال للمداخله اللي حددناها بخمسه حتى نستثمر الوقت وننقل مجال آخر أيضا للاستراحة. دكتور قبل الاستراحة ممكن نناقش ماشي احنا بس قبلها بس نحب نشير انه عدد المشاركين في ورشة هذا اليوم كما أخبرت أستاذ محمد تجاوز 4600، وهذا شيء مفرح أيضا. وأيضا بالمقابل هذا أستاذ محمد يعني يكون عليه جهد مضاعف في إصدار الشهادات المشاركة للجميع، وهذا حق لهم، وإن شاء الله أتمنى زيادة العدد والجهاد مستعد يستثمر كافة الإمكانيات لتقديم الفائدة للجميع. تفضل دكتور يوسف بثلاث دقائق. والنعم منك دكتور ومن الأستاذ محمد، بارك الله بكم. أخواني جزاكم الله خير الجميع اللي شاركوا بتغذية الاستبيان. حقيقة أنا قبل خمس دقائق سويت الردود، عددها 709، يعني نسب المشاركة بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه الأغلب هي ماجستير ودكتوراه. وبالنسبة للألقاب هو يعني مشاركين مثل ما تشوفون أمام حضراتكم، النسبة الأعظم هي مدرس، وأيضا بالنسبة للأستاذ أيضا 23%. اللي يهمنا إحنا الإجابة على أسئلتنا. أخواني الأسئلة المطروحة هي: هل تؤيد أنه ندخل مادة الريسيرش ميثودولوجي كمادة دراسة أساسية بالمرحلة الرابعة للدراسات الأولية بالتخصصات العلمية والإنسانية؟ حقيقة كان الجواب جدا مفرح، لأنه نسبة 83% و3% هو يؤيدون هذه المسألة. فيعني هذا فد مقترح أمام جامعاتنا، لأنه ريسيرش ميثودولوجي مادة جدا فعالة أخواني. يعني احنا بقسم الهندسة الكهربائية بجامعة الأنبار درسناها سنتين بال 2013 و14، وبعدها دخل عندنا نظام الكورسات وكذا وما درسناها بعد، وكان عليها 20% من درجة المشروع. لأن هذه مادة جدا مهمة أخواني، تعلم الأسس الصحيحة تخليه على بداية الطريق. فنسأل الله أنه جامعاتنا تأخذ بهكذا مقترح. المسألة الثانية، خلينا سؤال، أنه كثير من الأخوان الباحثين والتدريسين هو ما دارس المادة ريسيرش ميثودولوجي دراسة، ما دارسها، تعلمها من خلال خبرته بالبحث العلمي، لكن هي مادة تدرس أخواني. يعني اللي راح كمل يعني دراسات بوست جراجويت بالخارج يشوف واحدة من الريكويرمنت بالكورسات هي مادة الريسيرش ميثودولوجي. فاللي ما داخل هكذا دورة، فاحنا اقترحنا انه يصير شرط من شروط، مثل ما شرط الترقية العلمية دورة بالحاسوب، فالمفروض دورة بالريسيرش ميثودولوجي. فكانت الإجابة 51.9، وهذا شيء مفرح لأنهم أغلب المشاركين هم
مدرس، يعني هو محتاج مرحلتين بالترقية، محتاج يترقى أستاذ مساعد وأستاذ، ومع هذا يوافق على هكذا دورة. فهذا مقترح أمام جهاز الإشراف المركزي. وبالنسبة للسؤال اللي يخص البرزنتيشن للريزلت، التأييد على مسألة أنه العرض بشكل إذا كانت النتائج عملية على الجرافيكس حصل 32.2 ورابط الفيديو مع الصور ب 29.2 وهي يعني نسبة متقاربة. بالنسبة للبحوث النظرية اللي هي سيميليشن، هل هو بشكل العرض بشكل رسومات حصل 27 والعرض بشكل رابط هو 21.3، وهذا يؤيد ما يعني ذهبنا إلى، لأنه العرض بشكل جداولي اللي هو الستاتستيكال هو اللي حصل عليه بالبحث المنشور على أعلى تقييم، هو حصل أيضا على 37.6. بارك الله بكم أخواني جميعا، جزاكم الله خير وأسف على الإطالة. شكرا جزيلا، بارك الله بك. أستاذ في عجب باردة، عندك أي ملاحظة؟ شكرا جزيلا، بارك الله بك دكتور يوسف، بارك الله بك دكتور محمد حلو، بارك الله بكم جميعا اللي شاركوا من خلال هذه الورشة، وبارك الله بالفريق الوزاري دكتور.